البجع البري حكاية من التراث الألماني. كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك حاكم يعيش في قلعته وحيدا بعد وفاة زوجته. في يوم من الأيام تزوج الحاكم، وقد سر بهذا الزواج أبناؤه البالغ عددهم 11 شابا وفتاة واحدة. ومع ذلك حبست الزوجة الجديدة الفتاة داخل غرفة مظلمة وأنزلت غضبها بإخوتها الآخرين. ماذا سيحدث لهم يا ترى؟ لقد تحول الأولاد إلى بجع بري. كانت الزوجة الجديدة مشعوذة، لم تطق رؤية الأولاد من حولها، لذلك حولتهم إلى بجع، فطاروا إلى أحد الأماكن مخلفين صرخاتهم الحزينة وراءهم. ومنذ ذلك اليوم غرقت الفتاة بالتفكير بإخوتها. وانتقلت سدة الحكم إلى الزوجة الجديدة. لقد أبعدت الحاكم المسكين عن أبنائه، فعاش في وحدة قاتلة. لذلك قررت الفتاة البحث عن إخوتها. وفي تلك الليلة حزمت الفتاة أحذية أخوتها وتسللت إلى خارج القلعة. وهكذا سارت لعدة أيام متوغلة داخل الغابة. وصلت إلى أحد الأكواخ. دخلت الفتاة إلى الكوخ فوجدت 11 سريرا اصطفت إلى جانب بعضها بعضا. 11 سريرا؟ ربما تكون هذه الأسرة لأخوتي. أخذ قلب الأميرة ينبض بشدة. تقدم 11 طيرا من طيور البجع عبر النهر بهدوء. وسرعان ما وضعت الأميرة أحذية إخوتها على الأرض، ثم اختبأت خلف كومة من القش. وفي اللحظة التي دخل البجع فيها إلى الكوخ، تحول الجميع إلى سابق عهدهم. أوه، هذه أحذيتنا التي تركناها في القلعة. كيف أتت إلى هنا يا ترى؟ كما توقعت تماما، أخوتي، أحبائي، أختي. وغمرت فرحة اللقاء قلوبهم، وكانوا في كل ليلة يجلسون ليتحدثوا عن الزوجة الشريرة وعن أبيهم المسكين. وفي كل صباح كان البجع يترك الكوخ ليطير إلى مكان ما. وداعا يا أخوتي الأعزاء. وفجأة ظهرت لها امرأة عجوز فخاطبتها قائلة: أستطيع أن أخبرك كيف تنهين مشكلتك؟ هل هذا صحيح؟ نعم، شريطة أن تحتفظي بما ستسمعينه سرا. أرجوك، أنا مستعدة أن أفعل أي شيء من أجل أخوتي، أرجوك. اسمعي، ما عليك إلا أن تقتلعي بعض النباتات الشائكة، ثم تشكلي منها خيوطا تحيكين بها 11 سترة، ولسوف تبطلين عمل الشر إذا ما نجحت. ولكن... نعم، يجب أن تصمتي متى ما بدأت بحياكة السترات، ولا تتكلمي إلا بعد الانتهاء منها. حسنا.
وبدأت الفتاة بحياكة السترات مباشرة، وكانت الأشواك تؤذيها فتدمي يديها وقدميها، ولكنها لم تثنها عن عزيمتها أبدا، بل زادتها إيمانا وتصميما على إنقاذ إخوتها. وفي أحد الأيام مر أمير البلدة فشاهد الفتاة فأعجب بحسنها وجمالها. أوه يا لك من فتاة جميلة، تعالي لم لا تصبحين زوجة لي؟ ولكن الأميرة لاذت بالصمت، فهي لم تنهي عملها بعد، فأجبرها الأمير على ركوب صهوة حصانه وانطلق بها نحو القلعة. وفي القلعة طلب الأمير إذن والدته بالسماح له بالزواج من الفتاة، ولكن والدته لم تجبه على طلبه، فقد ظنت أن الفتاة ليست إلا مشعوذة أصابت ابنها الحبيب بشعوذتها فأسرت قلبه. وانتظر الأمير إجابة والدته بفارغ الصبر. أما الفتاة فقد تابعت حياكة السترات بجد واجتهاد، ولم يسألها الأمير ذو القلب الطيب عن قصة السترات، وكان همه أن تعيش سعيدة كما كانت في الغابة. وقعت الفتاة الشابة بغرام الأمير الطيب، وعندما كانت تحتاج إلى المزيد من النباتات الشائكة كانت تنتظر قدوم الليل كي تذهب إلى الغابة خلف القلعة لتجمع ما تريد. كانت الغابة مخيفة موحشة، ولم يسبق لأحد الاقتراب منها، إلا أنها كانت تمضي إليها بشجاعة بالغة وعزم شديد. كانت الوالدة تراقب جميع تحركات الفتاة، وقد ازداد إيمانها بأن الفتاة مشعوذة وشريرة فعلاً، فعادت إلى القلعة وأخبرت ابنها ما رأته. لقد تأكدت أنها مشعوذة يا بني. أوه لا يمكن، أنا لا أصدق كلمة مما تقولين. على كل حال لن أسمح لك بالزواج منها، فقد قررت أن أحكم عليها بالموت وفقا لقوانين هذه البلاد التي تقضي بموت المشعوذين. أوه عقوبة الموت؟ أجل أنت تفهم ما أقول. يا إلهي. كان على الأمير أن يمتثل لأوامر والدته، وحالما عادت الفتاة من الغابة أمسك الجنود بها وألقوها في سجن القلعة، ولكنها لم تتوقف عن العمل. تابعت الفتاة عملها دون أن تنطق بكلمة واحدة، وعند الفجر رأت طيور البجع تحلق في السماء مقتربة منها. لا شك أن الطيور قادمة لتبحث عنها، ولشد ما شعرت الفتاة برغبة في الصراخ، إلا أنها لم تستطع. طارت الطيور من فوق القلعة ثم اختفت بعيدا في السماء. وفي الصباح توجهت عربة الإعدام وعلى ظهرها الفتاة إلى ساحة الإعدام، ومع ذلك تابعت الفتاة عملها دون كلل أو ملل، ولم تبقى إلا لحظات قليلة حتى تنهي حياكة السترة الأخيرة، ولكن يبدو أن ذلك مستحيل، فسرعان ما ستحرق الفتاة حتى الموت. أخوتي تعالوا بسرعة أنا هنا، وصرخت الفتاة في قلبها. واقتربت الطيور وأخذت الفتاة بإلقاء السترات التي بيدها واحدة تلو الأخرى. وفجأة ظهر الإخوة الأحد عشر بأبهى صورة وجمال. أخوتي أخوتي أوه أخوتي كم أنا مشتاقة لكم. كم كان إعجاب الوالدة بطيبة قلب الفتاة كبيرا، فأحبتها وسمحت لابنها بالزواج منها،
وبادلتها الفتاة حبا بحب. وفي بلاد الفتاة حكم على الزوجة الشريرة بالموت، وعاد الإخوة الأحد عشر ليحكموا بلادهم بالعدل بدلا من أبيهم الحاكم العجوز.